يسعد صباحكم مشاهدينا. إذا جولة في صحافتنا هذا الصباح، القدس الأيام الحياة. أبدأ من صحيفة القدس وخبر الشهيد في الصدارة بطبيعة الحال، استشهاد شاب واعتقال اثنين بالقرب من ترمس عيام، ومواجهات متفرقة في عدة محافظات، تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى، والجيش يستهدف صيادي القطاع. هذا طبعا في صحيفة القدس. الشاب الشهيد هو محمد منير حسن صالح، 24 عاما، من قرية عرورة بمحافظة رام الله والبيرة طبعا، والذي ارتقى يوم أمس بالقرب من مفترق ترمس عيام. أتابع أيضا في أولى القدس مشاهدين، جنوب أفريقيا تصدر أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، حيث أصدرت شرطة جنوب أفريقيا أمس أوامر اعتقال ضد ضباط كبار سابقين في الجيش الإسرائيلي، على رأسهم جابي أشكينازي رئيس أركان الجيش الذي كان في هذا المنصب أثناء عملية اقتحام سفينة أسطول الحرية مرمرة ومقتل 10 متضامنين أتراك. الشباك يصرح تشرين الأول هو الأصعب منذ 9 سنوات، وهو بسبب كم العمليات التي نفذت ضد الإسرائيليين وأدت إلى قتل 11 منهم. حظر الحركة الإسلامية واقتحام مقارها ومصادرة ممتلكاتها، إضراب شامل باستثناء المدارس في الداخل الفلسطيني. إذا حظرت إسرائيل الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بعد أن اعتبرته من الجهات الرئيسة المحرضة على مواصلة الهبة الشعبية التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي احتجاجا على الانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك. في بيان للحكومة الإسرائيلية قالت إن أي شخص ينتمي لهذه الحركة ويقدم خدمات لها أو يعمل في إطارها بات يرتكب عقوبة، جريمتها هي السجن حسب إسرائيل. أتابع أيضا في مدينة القدس المحتلة وعين على الاستيطان، إسرائيل تصادق على بناء 454 وحدة استيطانية جديدة في القدس وأعمال تمهيدية لبناء 1000 وحدة في رمات شلومو. محكمة إسرائيلية تقرر إخلاء المستوطنين من عقار الخياط في وادي حلوة، حيث ردت المحكمة المركزية في القدس أمس الأول استئناف جمعية إلعاد الاستيطانية وشركة كاندل للاستثمارات العقارية لإلغاء الأمر الاحتراز القاضي بإخلائهم من الطابق الأول لعقار الخياط. طبعا هذا الأمر صادر عن محكمة الصلح في تشرين الثاني من العام الماضي. أيضا أتابع مجلس الوزراء يدين المصادقة على بناء وحدات استيطانية في القدس ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وحذر من مواصلة اقتحام المشافي والتحريض على الهلال الأحمر. أخيرا في القدس، يجب وقف الهدم العقابي بالضفة فورا والحديث لمنسق الشؤون السياسية في الأمم المتحدة. إلى الأيام وأبرز ما عنونت هذا الصباح، تقريبا العناوين متشابهة ولكن الصياغة ربما هي المختلفة. مرة أخرى استشهاد شاب واعتقال اثنين قرب ترمس عيا، مواجهات وحملة اعتقالات في الضفة، الاحتلال ينفذ حملة تفتيش واسعة وينكل بالمواطنين في الخليل، هذا في آخر ساعة. شهود عيان قالوا أن جنود الاحتلال اقتحموا وفتشوا منزل الأسير شادم طاوع، إضافة لعدة منازل في جبل الرحمة ووادي الهرية وشارع بئر السبع، هذا في محافظة الخليل. الاستيطان ونتنياهو بناء 454 وحدة استيطانية جديدة، ويؤكد تمسك إسرائيل بالأغوار. التفكجي تصاعد في النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة. وإسرائيل تعلن الحركة الإسلامية تنظيما محظورا وتغلق 17 من مؤسساتها وتتوعد بحبس أعضائها. يوم أمس تابعنا مؤتمر صحفي لرائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية اللي استنكر فيها هذا القرار من قبل إسرائيل، وتحديدا إغلاق 17 مؤسسة تابعة لها، وقال إن هي مؤسسات تعمل في المجال الإنساني أو في المجال التعليم أو في المجال الإغاثة. حماس لم تتسلم أي اتفاقات لترتيبات جديدة. الأحمد للأيام، ننتظر أن يبدأ في أي لحظة تنفيذ تفاهم تم مع مصر حول تشغيل معبر رفح. العاهل الأردني يحذر من حرب عالمية ثالثة ضد الإنسانية، تصريحاته هذه في أعقاب هجمات باريس، واصفا تنظيم الدولة داعش بأنه مجموعة من المتوحشين الخارجين عن القانون والدين. فتح كل ما يصدر عن الناطقين باسم الحركة يعبر عن سياستها ومواقفها ولا يمثل اجتهادا شخصيا لأي منهم. وما يشاع بين فترة وأخرى عما يسمى مصالحات يرد فيها اسم محمد دحلان طرف، ليس أكثر من مجرد أوهام، الهدف منها هو البلبلة
والإثارة. وتابع أيضا مشاهدينا في الأيام الإعداد الاجتماعي خلال أيام للجنة تحضيرية لدورة المجلس الوطني حسب وصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وألمانيا إلغاء مباراة ودية مع هولندا بسبب تهديد بوجود قنبلة، واضح أنه شبح الإرهاب وصل إلى الملاعب يعني وعطل طبعا المباريات في دول أوروبا. وأيضا في أمريكا واشنطن الوضع أيضا في تأهب عسكري بعد إعلان داعش نيتها استهداف العاصمة الأمريكية واشنطن حسب ما هددت. ما تبقى في الحياة الجديدة، الشين فين الإيرلندي، إسرائيل تخرق القانون ومقاطعة بضائعها وخطوة هامة. طبعا الشين فين هو حزب إيرلندي وأعرب عن دعمه الكامل للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بوسم المنتجات المستوطنات الإسرائيلية. أبردين، أن الأوان للمجتمع الدولي لاعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاربة جدية للإرهاب. لجنة تحقيق حول تعرض طفل للإهمال في حضانة في نابلس. ولجنة التحقيق هي للمتابعة في قضية الطفل عمر الذي تعرض للكسر في قدمه داخل إحدى الحضانات في المدينة. موضوع الحضانات مرة أخرى يعني عاد إلى الواجهة بعد عملية الإهمال اللي شهدتها عدد من الحضانات في محافظات عدة. تحدثنا في وقت سابق عن رام الله، واليوم هذه الحديث عن نابلس. الأمم المتحدة تدعو الاحتلال إلى وضع حد لهذه المنازل الفلسطينيين، واعتبرتها سياسة عقاب جماعي. مذكرة اعتقال في أسبانيا بحق نتنياهو وسبع مسؤولين إسرائيليين. ومقتل مواطن في شجار في مدينة قلقيلية. المواطن هو أحمد عماد دولة والبالغ من العمر 25 عام. أخيرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. اليوم مشاهدينا الجو غائم وبارد نسبيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن الفرصة تبقى مهيئة لسقوط أمطار. ارتفاع آخر يوم الجمعة. تقريبا هذه أبرز العناوين السياسية. بعض الأخبار المنوعة من الصفحات الأخيرة. إلى نيويورك ومستشفى هناك يشهد عملية زرع وجه بالغة التعقيد. طبعا أجرى فريق طبي من مركز في البحوث الطبية في نيويورك عملية زرع وجه بالكامل، شملت فروة الرأس والأذنين وقنوات السمع في أكثر العمليات الجراحية من نوعها شمولا حتى اليوم هذا في نيويورك. طبعا رحيل الناقد المغربي مصطفى المسناوي أثناء مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي. ومهرجان القاهرة السينمائي المخرج السبكي ينافس بفيلم من ظهر راجل. وتقريبا هذه أبرز العناوين اللي طلعناها في صحفتنا المحلية هذا الصباح. القدس، الحياة والأيام. طبعا مطالعة تحليلية للصحافة الإسرائيلية وماذا كتبت هذا الصباح، إضافة إلى أعمدة ومقالات الكتاب مع فايز عباس. لكن خلينا نتوقف مع فاصل أولا مشاهدينا. نسيم اللي مارق على أرض الغار،
حلقتها بتجي تلعب عند باب الدار يا نسيم لمن عارض الغار حلقتها بتجي تلعب عند باب الدار خبرني إن كان بعده بيذكرني مشاهدينا. اذا قراءات تحليليه في الصحافه الاسرائيليه هذا الصباح. او شي صحتين استاذ فايز، ما عليك شر. بدنا نستغل ايضا فرصه وجودك معنا ونتحدث عن الموضوع الاهم، وهو حظر الحركه الاسلاميه في داخل الجناح الشمالي، واللي يعني بسوى نفرد له مقدمه حتى نتحدث عن هذا الموضوع وحيثياته. طبعا صحيح، يعني الحركه الاسلاميه هي موجوده منذ اكثر من 30 عام. طبعا يعني بعد الأحداث ما بدأت اللي احنا بنسميها ثورة الغضب في القدس وعمليات الطعن والتضييق على الأقصى ومنع المسلمين من الدخول والسماح للمستوطنين باقتحامات يومية للأقصى، طبعا قادة الحركة الإسلامية وخاصة الشيخ رائد صلاح كانوا على رأس من دعا إلى
الدفاع عن الأقصى وبكل ثمن. والتواجد في الأقصى. والتواجد طبعا هو ممنوع من دخول الأقصى حتى البلدة القديمة، ولكن تواجد طبعا كان هناك باصات يوميا من الداخل الفلسطيني تصل إلى الأقصى منذ ساعات الصباح. نتنياهو طبعا هو يعني لم يستطع يعني محاربة ما يدعي هو الإرهاب في القدس السكاكين، فاتخذ عدة خطوات يعني، ومنها منذ أكثر من شهر ونصف وهو يقول يجب سنخرج الحركة الإسلامية الشق الشمالي عن خارج القانون. طبعا بالصباح أمس في ساعات الصباح الباكر يعني داهمت قوات كبيرة من الشرطة والشباك مكاتب وبيوت نشطاء الحركة الإسلامية، تم مصادرة أملاك، تم مصادرة أموال، تم مصادرة وثائق، كمبيوترات، إغلاق مؤسسات، إغلاق 17 مؤسسة. أنا بعتقد يعني أنه كافة هذه الإجراءات طبعا يعني اللي وقع عليها وزير الأمن موشي يالون وهو يستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي 1945. يعني حكومة إسرائيل متى تريد هذا القوانين الانتداب البريطانية تفعله بالمناسبة، وأيضا القوانين التركية حتى كمان في بعض الأحيان تفعلها في قضايا الأراضي يعني بالتحديد. صحيح، كيف بدها تستولى على الأراضي هي بتفعل القانون التركي إنك أنت صاحب هاي الأرض فترة طويلة ما استغليتها، فالقانون التركي كانوا أنه بيسمحوا بمصادرتها يعني. نعم. وإسرائيل يعني حتى على القانون التركي بترجع طبعا، وبترجع على قوانين التوراة اللي منها 5000 أو 6000 سنة مضى. طيب فيما يتعلق في حظر الحركة الإسلامية، قلنا تقريبا شهر ونص نتحدث عن سعي نتنياهو لحظرها. طيب شو التدابير اللي اتخذتها الحركة؟ ونعرف أنه أيضا هم يعني مغطين نفسهم قانونيا بشكل جيد. الحركة الإسلامية ليست بحاجة إلى اتخاذ أي تدابير. هناك عدد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يعملون مع الحركة الإسلامية، لذلك يعني أنا يعني حكومة إسرائيل لو كان فعلا لديها إثباتات على قادة الحركة بأنهم كما تدعي على الأقل إسرائيل على اتصالات مع حماس وحركة الإخوان المسلمين، هن بيشوفوا نفسهم يعني هن جزء من حركات الإسلامية العالمية وحركة الإخوان المسلمين بالتحديد، ولكن هذا لا يعني أنهم يخالفوا القانون. هن كثير حذرين في قضية القانون ومخالفة القانون، لذلك أنا يعني أنا على قناعة أن المستشارين القانونيين للحركة الإسلامية سيتوجهون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار. طبعا لجنة المتابعة العليا بالأمس عقدت اجتماع طارئ وتم فيه اتخاذ قرار بالإضراب العام غدا في كل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، وأيضا ستتواصل عمليات الاحتجاج يعني على هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة نتنياهو. نتنياهو يدعي بأنه الديمقراطية يجب أن تدافع عن نفسها يعني يعني شوف السخافة لحد وين يعني وصلت فيه. وطبعا هو يعني عمليا هو كل ما أراده نتنياهو أنا على قناعة ما هو شيء واحد، هو تهدئة الرأي العام الإسرائيلي يعني. صحيح. بعد ما فشل في قضية العمليات في القدس هو يعني عمل شغلة، دخل آلاف الجنود على القدس، منع، أصدر قرار بإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون، وبالمستقبل يعني أنا لا أستبعد أنه يتخذ أي خطوات أخرى أو إجراءات أخرى ضد الفلسطينيين. نعم. في الداخل. نعم. طبعا صحيفة هارتس يعني صحيفة معريف عفوا يعني العنوان الرئيسي هو خارج القانون يعني كلمتين، الحركة الإسلامية خارج القانون ومواصلة التحقيق في عملية باريس، هذا ما تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم. نعم. قرار إخراج الحركة الإسلامية، قرار للمجلس الوزاري المصغر الأمني، على الرغم من معارضة الشباك المخابرات الإسرائيلية هي عارضت إخراج الحركة، لأنه ما الحركة ما لا تقوم بأي عمل غير قانوني يعني. بالضبط. والشباك توصيته كانت هو الضرب الممولين أو العلاقات الخارجية مع الحركة الإخوان المسلمين. مش الحركة نفسها. لا. مكتب رئيس الحكومة في بيان رسمي
خطوة ضرورية للحفاظ على الأمن. قعدته يعني نتنياهو. يعني كيف يعني أنا مش فاهم كيف يعني الشيخ رائد صلاح يعني أو كمال خطيب والشيخ كمال خطيب يعني بشكله خطر على أمن إسرائيل، وإذا كانوا بشكله خطر على أمن إسرائيل ليه ما بتحكمهن يعني مثلا في محاكم؟ والتخوف من زيادة التطرف في الوسط العربي. غدا أضراب عام، عضو الكنيسة أحمد الطيبي يقول استغلال سخيف وساخر لعملية باريس، يعني كل العالم مهتم فيها ما شاس انه استغل هاي نتنياهو هاي الفرصة. بين كاسبيت المحلل السياسي بقول قرار صحيح لكنه ليس حكيم. صحيح بس مش لكن حكيم. مش حكيم. المعلومات الاستخباراتية حسب بين كاسبيت تشير الى علاقة مباشرة بين تحريض اسماعيل هنية والشيخ رائد صلاح، وايضا الاموال تصل من نفس المصدر. انه مصدر يا طب يلا اعلنوا. طب اوكي، اذا بتصل الاموال من نفس المصدر اللي بيصلح حماس يعني شو هذا المصدر؟ ليش ما بتحكمين على الحصول بالضبط على اموال اذا في ادله بين ايديكم؟ وهو يدعي في مقاله انه تم ضبط 100 مليون شاقل في حسابات بنك الحركه. 100 مليون مبلغ رهيب ضخم جدا. طبعا التخوف يعني هو بكل غير حكيم، لأن الحركة ستتحول إلى حركة ينضم إليها أو يدعمها عدد كبير من الشبان الساخطين العرب. يعني الساخطين على الدولة وعلى الحكومة، سياسات الحكومة. طبعا يعني هذا يعني في صحيفة معرفة. في صحيفة معرفة أيضا قضية إصدار قرارات أوامر اعتقال بحق نتنياهو وعدد من الضباط الجيش الإسرائيلي. العنوان هو كرة ثلج دبلوماسية أم صدفة؟ لأنه في الوقت الذي يعني صدر فيه قرار باعتقال نتنياهو وغابي أشكنازي رئيس الأركان السابق في جنوب أفريقيا وأسبانيا يعني بالتزامن وأصداء طبعا بينهم نتنياهو اللي صدر في حقه أمر اعتقال، ووزير الأمن السابق باراك والحالي موشي يعلون ورئيس الأركان غابي أشكنازي وقائد البحرية في فترة المرمرة قبل 5 سنوات لتورطهم في الاستيلاء على سفينة المرمرة. صحفية في جنوب أفريقيا هي التي قدمت الشكوى في الشرطة والتي طلبت بإصدار أمر باعتقال نتنياهو والمجموعة اللي استولوا على المرمرة وقتلوا طبعا عدد من المحتجين. 10 أتراك تقريبا. نعم 10 أتراك وأصابت العشرات منهم أيضا. نتنياهو رد على هذا على أوامر الاعتقال في جنوب أفريقيا محاولة استفزازية قبيحة وموقف معادي وغير شرعي. غير شرعي لأنه كل شيء بتعلق في إسرائيل وهي غير شرعي ممنوع، وعندهم كل شيء شرعي حتى قتل الأطفال شرعي. الخوف يسيطر على أوروبا، إنذار بتنفيذ عمليات في ملاعب كرة القدم وإلغاء مباراة ودية هولندا وفرنسا في هانوفر بين ألمانيا وهولندا. الحرب على داعش، فرنسا تحاول تجنيد إيران ضد داعش. أنا مش فاهم يعني كيف عاد في كتير بعد يعني ما بين الطرفين أصلا. لا بس يعني داعش، إيران بتحارب داعش في سوريا فترة طويلة يعني، ومعروف أنه داعش ما بتحارب إسرائيل ولا أعلنت أنها بتحارب إيران وحزب الله في الدرجة الأولى. حزب الله لأنه شيعة صح، فكيف يعني بدي جندها يعني؟ أنا ما فهمتش الشغلة يعني. وأنا زيك. روسيا تعترف عملية إرهابية أدت إلى تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، وطبعا كان في قصف لمناطق تستولي عليها سوريا في الرقة بالتحديد. نعم. أنا يعني نيجي للموضوع في الصحف الثانية. المعارضة الإسرائيلية في الكنيسة الإسرائيلية تقدم 32,000 معارضة على قانون الميزانية أو على بنود الميزانية. 32,000 ومن اليوم سيبدأ بحث هذه الاعتراضات. طبعا يعني الاعتراضات هاي بدأ على الأقل 12 يوم
بدون توقف يعني على مدار الساعة 24 ساعة حتى ينهوا هذا هذه الاعتراضات. طبعا في يعني في خلاف كبير بين المعارضة والائتلاف. طبعا يعني هنا يعني خاصة الائتلاف في مشكلة عويصة، إذا بغيب واحد أو اثنين من الائتلاف تسقط الميزانية، وعندها تسقط الحكومة إذا ما بتنجح الحكومة إقرار الميزانية خلال فترة معينة الحكومة ستسقط. في الرملة قتل أم وابنتها طبعا عربيات بالأمس، الخلفية بعدها مش واضحة لحد هذه اللحظة، وتم اعتقال أحد الأشخاص. الكاريكاتير في معريف حلو جدا يعني معبر جدا. نتنياهو حامل هالشكوش وبده يحطم عش دبابير اللي هي الحركة الإسلامية طبعا. صح، شوف ما أكبر الشاكوش انت تصورينه. طبعا هذا الجمهور الإسرائيلي اللي بيشجع اللي من الناحية الثانية بيشجع يعني وبيصفق لنتنياهو، وهناك الشباك اللي حاطط أنا هيك سكر على عيني مش موافق على مش موافق، بقول لك هذا بده يدمرنا، بده يفيع الدبابير علينا. معبر طبعا. ننتقل لصحيفة ديوات أحرونات. عنوان الرئيسي في صحيفة ديوات أحرونات هو ارتفاع عدد الأدمغة التي تترك الجيش، خاصة يعني الوحدات الهايتك يعني السايبر والتكنولوجيا. 34% من الجنود في هذه الوحدات تركوا بعد أن حصلوا على وظائف في شركات خاصة مقابل راتب أكثر 3 مرات من الراتب في الجيش. إغراءات طبعا أكيد. الرعب من الإرهاب في ألمانيا، انذار بوجود سيارة مفخخة تم تحويلها لسيارة إسعاف يعني، أدت إلى إخلاء ملعب في هانوفر قبل بدء المباراة بقليل. يعني ميركل ووزراء كانوا في طريق للملعب لفوا ورجعوا طبعا. انتقام بوتين، هنا في دوات أحرانات الطائرة الروسية أكيد بوتين. عشرات الغارات الجوية المكثفة يعني على مواقع داعش، وروسيا تقر للمرة الأولى أن الطائرة تحطمت بسبب عملية إرهابية. أخرت في الإعلان روسيا طبعا في هذا الموضوع لن يتوصلوا لنتائج يعني. فرنسا الجريحة سكين. إحنا فيش فينا إشي. 89 شاب قتلوا هون، ما إلهن فيش حدا جاب سيرتهم ولا تضامن معهم ولا أضاءوا العلم الفلسطيني. في تضامن معهم هسه بيجي على الخبر يعني. طبعا يعني فرنسا تقصف الدولة الإسلامية، والولايات المتحدة تبهي يعني تدمر سيارات نقل البترول التابعة لداعش لضرب اقتصاد داعش. هاي السيارات ونقل البترول وسرقة البترول صلها مستمرة 4 سنوات في العراق وفي سوريا وسوريا، وأمريكا اللي كانت تدعم هذا، وتركيا اللي بتشتري هذا البترول. طب هذا البترول لمين بنباع مثلا؟ هسه أمريكا جاية تتشاطر يعني في الوقت اللي يعني بوتين أوباما الرئيس الأمريكي أوباما قال إنه إرسال قوات برية إلى لمحاربة داعش بيكون خطأ فادح. إنه مش معنى هو القضاء عليهم يعني. وهسه أمريكا يعني بدها تضرب اقتصاد داعش مثلا يعني. مظبوط يا أخ محمود؟ تمشيش علينا. خارج القانون طبعا الحركة الإسلامية، على الرغم من معارضة الشباك الشيخ رائد صلاح، بديش شو حكى نتنياهو يعني نكرر حكيه يعني، نشوف رائد سنضحي بحياتنا من أجل الأقصى، مصر على موقف. شفت المؤتمر الصحفي امبارح؟ صحيح. في تقرير عن البلدة القديمة في القدس يعني، التقرير هو من وجهة النظر الكاميرات يعني. عيون القدس اسمه، وحدة كاميرات خاصة، كاميرات الأمن في البلدة القديمة تعمل على مدار الساعة منذ بدء العمليات يعني، وتساهم
في الاعتقالات ومنع هذه العمليات. كيف بعرف ايش بالكاميرا بمنعه؟ مش عارفين. كشف هذا شيء مهم جدا بهم الشعب الفلسطيني اكيد والقياده الفلسطينيه والاتحاد الاوروبي. هذا الخبر بعتقد انه تنفرد في صحيفه دوت الحرات مع انه هو مش على الصفحه الاولى، ولكن تتحدث فيه يتحدث الخبر عن الخطوات التي ستتخذها اسرائيل ضد 16 دوله في الاتحاد الاوروبي. طبعا تبنت وسم منتجات المستوطنات. ومسؤول اسرائيلي كبير يقول للصحيفه، طبعا بعتقد انه من مكتب نتنياهو، يعني من يتخذ قرارات معاديه لنا سيدفع الثمن. وشو هالثمن؟ مش ذاكرين. هذا الثمن هي بلا موجود. الشيء الاول، ايوه، اي توبيخ 16 سفير الاوروبي اللي دولهن وافقت على وسم منتجات المستوطنات، تحديد اي شخصيه يقابل اي مسؤول اوروبي من هذه الدول بيجي على اسرائيل. يعني مش راح يشوف نتنياهو ولا مسؤول صغير، يعني بيعطون مسؤولين صغار بس. منع او تحديد، شوف هاي اوروبا ضد اسرائيل، شو علاقه الفلسطينيين؟ خلينا نشوف. ايوه، منع او تحديد دخول وفود اوروبيه الى الضفه وغزة. استغل. طيب اوروبا هي اللي بتعاقب، ومنعوا الاوروبيين يدخلوا على اسرائيل، ليش تمنعوا تدخلوا على الضفة؟ وتعاون محدود او منع حتى اقامة مشاريع اقتصادية في الضفة للدول ال 16. صفضوا معاقبوا الفلسطينيين، مش يعاقبوا اوروبا. مش اوروبا، صحيح. ويعني بحث او تقدير من جديد لدور الاتحاد الاوروبي في العمليه السياسيه. يعني هو ما كان الهن، يعني هم بيضغطوا بس للعوده الى المفاوضات، لكن ما بيتدخلوا بشكل امريكا هي الدور الرئيسي فعال. صحيح. يعني انا حسب رايي، يعني هاي العقوبات اللي بدها تفرضها اسرائيل على الاتحاد الاوروبي، يعني اذا نشرها اليوم انا بشوف انه يعني فيه نوع من الاستهتار الإسرائيلي في أوروبا أولا. ثانيا يعني من يقرأ هذه الأمور يعني بيصل لقناعة أنه رئيس حكومة إسرائيل هو وزير الخارجية أيضا، يعني أسخف من هيك لا يمكن يكون. أنت بتحارب أوروبا في هذا الشكل، يعني إيش يعني أوروبا بحاجة إليك ولا أنت اللي بحاجة لأوروبا؟ السؤال منطقي. وشو خص الفلسطينيين في الموضوع؟ بعدين أنت بتعاقب الفلسطينيين. طب إحنا مالنا؟ أنت والأوروبيين إيش علاقة ابن الغور اللي ممكن يعملوا له مشروع صغير؟ إيش علاقة ابن غزة المحاصرة والمدمرة؟ يا نتنياهو يعني روح عند جماعتك الأوروبيين، حبايبك الألمان والبريطانيين فشو بتعاقب الفلسطينيين يعني؟ هذا بالمناسبة يعني في هذه قضية منتجات المستوطنات، إسرائيل أعلنت أكثر من مرة أنه الذي سيدفع الثمن الفلسطينيين والعمال، يعني كانوا زعلانين عليهم، ركزوا على قضية العمال. صح. لكن هسه بدها تتطور أكثر هذا الموضوع يعني. وأنا بعتقد أنه اليوم دور الخارجية الفلسطينية بعد ما يقرأوا هاي التعليمات الجديدة الإسرائيلية أو العقوبات الإسرائيلية على أوروبا يتحركوا في شكل سريع. وزيرة خارجية السويد ليست لوحدها، شخصيات سياسية في هولندا وأيسلندا ربطوا بين الإرهاب في فرنسا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وزير خارجية تايلاندا السابق يان بولدوين هاني بيلسون، ما بعرف اذا بلفظه صحيح يعني الاسم، علينا ان نصلي ايضا من اجل الفلسطينيين الذين يقتلون يوميا في المناطق المحتلة. لافت انه ايرلندا اللي تحدث في هذا الحديث، مش عربي اللي يعني في مفارقات. ايسلندي. سنصلي من اجله. وأيضا سنصلي من أجل بغداد وما يحدث في بغداد.
هذا الموقف يعني طبعا بهولندا زعيم حزب معارض يعني أيضا ربط، وطبعا تحدث عن ذلك يعني بتوسع حول الربط بين القضية الفلسطينية، الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب في فرنسا. طبعا سفير إسرائيل غير المقيم في أيسلندا، هو مقيم في النرويج لكنه سفير في أيسلندا لأن دولة مش مهمة حسب رأيي، يندد بتصريحات وزير الخارجية السابق. صحيفة هارتس طبعا العنوان الأول عن الحركة الإسلامية، لا الكاريكاتير في صحيفة ديوت أحرنوت اليوم أيضا معبر جدا، وطبعا هو معبر بشكل سيء يعني في هاي الداعشي داعشي عنده ورد هنا، عنده يا محمد انت لبريطانيا، انت لأوروبا، انت لفرنسا، انت للولايات المتحدة، ما ورد متفجرات من وراه يعني. فيعني طلع اختيار الاسماء كلنا اسماء اسلاميه طبعا، انه بس بدهم يبلشوا يبعثوا لاوروبا وامريكا يفجروا حالا يعني. صحيفة هارتس طبعا طبعا الحركة الإسلامية، جاكي خوري مراسل صحيفة هارتس للشؤون العربية يكتب دور من القادم يعني سيعاقب. الجمهور العربي يرى أن الهدف من قرار حكومة نتنياهو إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون هو إرضاء للرأي العام الإسرائيلي المعادي للعرب. هذه خطوة أولى في مناخ تحريضي سيء ضد العرب، ولربما يتم إخراج الجمهور العربي كله خارج القانون مثلا. طبعا الرعب في ألمانيا بدناش نرجع عليه، نتنياهو يقر بناء مئات الوحدات الاستيطانية خارج الخط الأخضر، واليوم سيتم الإعلان عن ذلك. افتتاحية الصحيفة حول هذا الموضوع وتكتب مرة أخرى خضع نتنياهو للمستوطنين في وقت ليس وليس صدفة أن يقوم نتنياهو بالإعلان عن تسويق 436 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. نتنياهو عندما تحدث والتزم أمام أوباما بحل الدولتين عندما عاد إلى إسرائيل هو خضع لابتزاز المستوطنين وأعلن عن هذا البناء. طبعا يعني الكاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم بيحكي عن قضية الكنيس اللي في جبعات زئب، هنا وزير المالية وهذا رئيس الأركان يعني بقول له هاي الأموال إذا ظل شيء وراك حولها للكنيس في جبعات زئب. شكرا لك، وطبعا استعراض للصحافة الإسرائيلية هذا الصباح وقراءة تحليلية مباشرة إلى زميلتنا أسماء الوادية في غزة. يسعد صباحك يا أسماء. صباح الخير مي، يسعد صباحك ويسعد صباح كل الزملاء أيضا في استديوهات رام الله، ولكل السادة المشاهدين أيضا وين ما كنتم تتابعونا عبر شاشة تلفزيون فلسطين بفلسطين هذا الصباح. يسعد صباحكم مشاهدينا. لليوم رح نتحدث عن سلسلة فعاليات ممتدة طبعا لشهر كامل، خلينا نقول هاي الفعاليات مختصة بمناصرة القدس الشريف، مناصرة القضية الفلسطينية، ويعني إثبات أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى قضيته بكافة فصائله وأحزابه وأطيافه. بالتأكيد مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي معي في الأستوديو لهذا اليوم الأستاذ خليل فارس مدير نادي الشروق والأمل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بشعبنا الفلسطيني في كل مكان على هذه البسيطة وهذه الأرض. يعني أستاذ خليل، سلسلة الفعاليات الممتدة واللي طبعا أطلق عليها اسم موطني كان بيتجزأ منها امبارح بالأمس فعالية اسمها صورة شعب، كانت فعالية أوبريت. طبعا للحديث أكثر عن هاي الفعالية خلينا إحنا والسادة المشاهدين ننتقل مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم سنعود إليكم، ابقوا معنا.
بقيت صورة شعب جمع في إطار واحد كل الأطياف الفلسطينية بمشاركة أكثر من 200 فنان فلسطيني كشكل من أشكال دعم الهبة الشعبية الفلسطينية. الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في فلسطين في الضفة الغربية والثورة الشعبية التي يواجه فيها العدو الصهيوني، جاء هذا المهرجان تأكيد وتعبير عن غضب وسخط أهلنا في غزة وتضامن مع شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية. وما هذا المهرجان البسيط إلا تأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني. الجماهير الحاشدة والتي كانت شغوفة بمشاهد التلاحم والوحدة التي جسدها الأوبريت عبرت عن دهشتها وسعادتها من العرض المشوق والذي قدم مشاهد متنوعة من التراث الفلسطيني. فعالية رائعة وممتازة، واحنا بحاجة لمثل هذه الفعاليات اللي تدعم صورة الشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة وخاصة منها ناحية المقاومة والجهاد ضد العدوان الإسرائيلي. العنوان بحد ذاته بأنه موطني صورة شعب، طبعا اسم هو عريق، بحس انه بيجي في توقيت مميز انه بيأكد على انه دعمنا لانتفاضة لواء القدس الشريف، دعم اهلنا في الضفة الغربية، وانه احنا في غزة مهما كنا ومهما صرنا هنفضل داعمين طبعا اهلنا في الضفة الغربية. جمعية الثقافة والفكر الحر المنظمة لهذا الحفل كانت حريصة على إظهار كافة الألوان الفلسطينية والتذكير بهوية الشعب الفلسطيني عبر الدبكة والفلكلور والأغاني الشعبية. طبعا شيء عظيم وانجاز كبير انه احنا اليوم في المرحله هذه، وبالذات انه صوره الشعب بتحكي عن الوحده الوطنيه، عن التكاثف، عن انهاء الانقسام، ويلتم الشمل تاني مع بعض ويتوحد جناحين الوطن. على اوتار القلب عزفوا اغنيات الوطن، ذكروا بجراحاته وتغنوا بنضالاته، حتى بات النفوس الحاضرين هنا تتغنى بالوطن. برنامج فلسطين هذا الصباح حول الخالدي غزة. من جديد مشاهدينا رجعنا لكم لاستكمال ما تبقى واياكم من فقرتنا لهذا اليوم بعد مشاهده هذا التقرير طبعا الرائع، واللي من الواضح بانه اجواء الحماسه كانت متواجده
في هاي الفعالية بشكل واضح جدا. للحديث أكثر طبعا عن هاي الفعالية برجع برحب بحضرتك من جديد أستاذ خليل فارس مدير نادي الشروق والأمل. أهلا طبعا سلام. من خلال هذا التقرير شاهدنا الأجواء العامة التي كانت في فعالية هذا الأوبريت الذي أطلق عليه اسم صورة شعب، حدثنا عن هذا المسمى أو هاي التسمية بداية. أول شيء احنا بنزف التحية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني بنضاله بكفاحه بأدواته التي يدعو من خلالها إلى المحبة والسلام والحياة الكريمة. صورة شعب هو أوبريت وهو ملحمة وطنية جسدها 120 فنان من الكبار وأكثر من 40 فنان من الصغار في لحمة تاريخية ثقافية عكست نضال وكفاح الشعب الفلسطيني في سلسلة من مراحله، حاكت الهم الفلسطيني الأكبر في كل ربوع الوطن وفي شتاته، حاكت قضية الأسرى بشكل خاص، حاكت هذه الملحمة قضية القدس الشريف التي هي حجة على كل المسلمين في بقاع الأرض، وعلينا نحن كفلسطينيين أن نبقى أوفياء لهذا العهد ولهذا المصرى الأول لنبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الأوبريت سجل ثقافة الشعب الفلسطيني ودعوته باستخدام أدواته الثقافية. الأدوات الثقافية هي أحد أركان الجهاد، أن نناضل بكل أدواتنا لنوجه للعالم وللأجيال ولأطفالنا ولكبارنا ولشيوخنا أن رسالة الشعب الفلسطيني وأن مؤسسة الثقافة والفكر الحر حريصة على العهد وعلى أن تبقى وفية لأبناء الشعب الفلسطيني أينما كان، وتحمل الهم الفلسطيني داخل أعمالها وداخل برامجها وداخل أنشطتها. من أجل هذا كانت صورة شعب هذه الملحمة الرائعة التي جسدها الفنانين. يعني بصراحة أستاذ خليل تحدثت حضرتك عن استخدام الأدوات الثقافية واللي بتعد أحد أشكال الجهاد والمقاومة، يمكن تمثلت أبرز شيء في هاي الفعالية مثل ما شاهدنا مع السادة المشاهدين من خلال الفلكلور الشعبي وقديش كان حاضر وموجود هذا الفلكلور، وهذا بالتأكيد شيء واضح. عن الفعالية بشكل كامل التي أطلق عليها اسم موطني، طبعا هي فعالية امتدت من الشهر السابق ورح تمتد حتى 8/12 بإذن الله تعالى، حدثنا عن هاي الفعالية بشكل كامل. موطني هي سلسلة من الفعاليات المؤازرة والتي انطلقت لتنشر ولتبعث للعالم رسالة جمعية الثقافة والفكر الحر ورسالة الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه من أجل القدس ومن أجل الوطن بشقيه. تمام. ولا نحكي عن جزء من هذا الوطن الغالي ولا هذا الوطن الكبير، نحن نتحدث عن فلسطين القضية وعن القدس كعاصمة أدبية وعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني. فعالياتنا انطلقت من الأسبوع الماضي شهر نوفمبر بحشد وبمتظاهرة ثقافية نسائية لتعبر هي أيضا بانطلاقتها عن حقنا العيش بكرامة. وبالأمس كنا مع أوبريت وملحمة صورة شعب، واليوم تستمر فعالياتنا بريشة الفنانين ليجتمع. يعني قبل الحديث عن هذا الموضوع أستاذ خليل والجدارية التي سوف تكون موجودة اليوم، يعني هذا أو هاي الفعاليات أو سلسلة الفعاليات تم استخدام أكثر من شيء لإبراز طبعا الأدوات الثقافية أو استخدام الأدوات الثقافية لإبراز الجانب الوطني الرائع لدى المؤسسات ككل في قطاع غزة ولدى المواطنين أيضا في القطاع وليس فقط المؤسسات المعنية بهذا الموضوع. يعني استخدم الفلكلور الشعبي، الفن، الرسم، المسرح والشعر أيضا. هلا نتحدث عن موضوع الرسم واللي رح بيكون اليوم بجسد جدارية رائعة رح بتنطلق في مدينة غزة. ريشة الفنان هي أحد الأدوات الثقافية أيضا لتعبر عن نضال وتاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه، وتعبر عن نشاط وعن قوة وعن انتفاضة شعبنا في القدس وفي الضفة الغربية وفي 48 وفي غزة. لذلك استخدمت فنانون اليوم
ريشتهم وألوانهم وخرابيشهم ليعكسوا هذه المسيرة النضالية لهذا الشعب الفلسطيني، ليوجهوا رسالة لكل العالم: نحن دعاة محبة وسلام وعيش بكرامة كباقي أركان الوطن وكباقي أركان العالم الذي يحلم هم أيضا أن ينعموا بالحياة الكريمة. أستاذ خليل، الجدارية اللي رح ترسم اليوم بإذن الله تعالى الساعة 2 ظهرا بمشاركة 20 فنان، يعني عن شو رح بتعبر هاي الجدارية؟ هتحكي أيضا سنرسم نضال شعبنا الفلسطيني، وسنرسم لوحات شهدائنا في الضفة الغربية وفي القدس وفي غزة. الدم الفلسطيني واحد لا يتجزأ، في شماله في جنوبه، بريشة الفنان وبكلمة الشاعر وبرقصة الفنان الفلكلوري. أكيد. نحن نعبر عن الهم الفلسطيني الأكبر بدون أي تحزبات وبدون أي تقسيمات وبدون أي أيديولوجيات. نحن للوطن، هذا الوطن يحتاجنا جميعا بكل أطيافنا. لذلك استخدمنا جميع الأطياف الثقافية لنجسد الوحدة الوطنية. تمام. بالفن، بالشعر، بالمسرح، بالموسيقى، بكل الأدوات. تمام. هذه هي رسالة جمعية الثقافة الفكر الحر دائما معطاءة في هذا المجال، دائما هي مع الجرح ومع الهم الفلسطيني في أينما كان. تمام. أستاذ خليل، بصراحة يمكن كنت متواجدة في أكثر من فعالية بسلسلة هاي الفعاليات. الشيء اللافت للنظر في هاي النشاطات بأنه بتحس العلم الفلسطيني هو الموجود في هاي الفعاليات. الإنسان اللي بيكون أو المواطن اللي بيكون متواجد بغض النظر عن حزبه بينسى هو لأي فصيل بينتمي، فقط بيركز بفلسطين وبكلمة موطني وبأغنية موطني اللي كانت يعني محور هاي الفعاليات وسلسلتها. عن ردود فعل الجمهور كيف كان؟ كيف ممكن توصف لنا إياه موطني في هذا الموضوع؟ حاكت جميع أطياف الشعب الفلسطيني ولا نبالغ. إن كنا بالأمس فخورين جدا كفلسطينيين بكل انتماءاتنا، كلنا ننتمي إلى فلسطين، كلنا نتوحد من أجل فلسطين. إن اختلفت أدواتنا وإن اختلفت أديولوجياتنا الثقافية والسياسية، فبالأمس كنا جميعا متحدين داخل قبة واحدة، قبة الصخرة التي جمعت بالأمس القريب جميع أطياف الشعب الفلسطيني. لذلك كنا سعداء جدا ونحن نستمع إلى ردود أفعال وإلى تجاوب الجهات السياسية الوطنية المجتمعية المؤسساتية. تمام. كانت في عرس فلسطيني يدعو إلى الوحدة الوطنية. لذلك كلنا اجتمعنا تحت علم فلسطين، لم نجتمع تحت راية فصيل أو حزب، مع صحيح. الاحترام المبالغ فيه لجميع الأطياف السياسية. أكيد. لكن جمعتنا راية الشعب الفلسطيني على فلسطين، وندعو الله أن نستمر وأن ندعو جميع أحزابنا المناضلة بالكلمة بالسلاح بالانتفاضة إلى أن نبقى موحدين تحت راية العلم الفلسطيني، لأنه هو منجاتنا الحقيقية. صحيح. وهذا طبعا أجمل يعني هدف واضح بتعبر عنه هاي الفعاليات أو سلسلة الفعاليات. يعني مش رح أبالغ بصراحة يمكن لو تحدثت عن أنه كتير من الأشخاص الموجودين بكيو بسبب هاي المشاعر الإنسانية الوطنية البحتة بعيد عن أي أهداف أو أي أغراض أخرى. بالتأكيد بكينا جميعا لأننا مشتاقون أن نرى فلسطين الكل. صحيح. نرى فلسطين الحبيبة بعيون وبجهاد وبعقول جميع أطيافنا السياسية. كلنا نجند أنفسنا من أجل هذا الوطن. صحيح. ولذلك كانت الدموع التي انغمست بالمحبة والفرح والاشتياق لأن نرى شعبا فلسطينيا موحدا. تمام. كما رأيناه بالأمس وكما رأيناه في جميع فعالياتنا، وستجسد الفعاليات القادمة هذه الوحدة الوطنية التي دعت إليها موطني بفعالياتها التي انطلقت بالأمس وقبل الأمس وتستمر إن شاء الله إلى شهر ديسمبر بإذن تعالى من خلال جميع مراكز جمعية الثقافة بإذن الله تعالى. واستخدمنا هذه الأدوات المختلفة لنعبر عن هذه الرسالة الموحدة. يعني يمكن الواضح بأنه بأكثر فعالية كنت متواجدة فيها طفلة
كانت بتغني بأغنية موطني وأصبحت بتبكي بعيدا عن أي شيء. هي طفلة يعني يمكن مش كتير واعية لقصة الأحزاب والانقسام والسياسة وهي الدوامة الكبيرة اللي عايش فيها الشعب الفلسطيني خاصة بقضية الانقسام، ولكن بالرغم من هذا كله هي بكت بس لأنك بتحاكي في هاي الأغنية مشاعر إنسانية بحتة، حتى الطفولة بتتأثر فيها بالتأكيد. طبعا نتشكرك جدا على تواجدك معنا لليوم، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى في سلسلة باقية من هاي الفعاليات بإذن الله. الأستاذ خليل فارس مدير نادي الشروق والأمل، شرفنا ونورتنا لليوم. شكرا لكم، شكرا لتلفزيون فلسطين، شكرا لجميع الطواقم العاملة في هذه الفضائية المباركة، شكرا لجميع من قدم بالأمس ويقدم حتى نهاية الفعاليات، كل الحب والتقدير لكل الفنانين، لكل المشاركين، لكل القائمين على هذه الدعوة الموحدة للشعب الفلسطيني. شكرا. مشاهدينا الاعزاء لهون بكون وصلت واياكم لختام فقرتنا لليوم من استديوهات قطاع غزه. هلا بنتقل واياكم مباشره لاستديوهاتنا في رام الله، والزميله مي يسعد صباحك ويعطيك العافيه. شكرا لك اسماء والشكر لضيفك، وانتم مشاهدينا اكيد برنامجنا مستمر معكم. راح نتوجه في الحديث عن مدينه القدس وعن المخططات الاستيطانيه التي اقرتها حكومه نتنياهو فيها، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا. إذن في مدينة القدس المحتلة تتسارع وتيرة المخططات الاستيطانية اللي أقرتها حكومة نتنياهو وبالأذرع المختلفة منها وزارة الإسكان منها الجمعيات الاستيطانية. الحديث عن منطقة باب الساهرة حسب ما أثير عبر وسائل الإعلام العبرية، ومخطط لإنشاء قرابة 21 وحدة استيطانية في هذه المنطقة في حي باب الساهرة منها كنيس يهودي. طبعا لا يخفى على أحد أيضا المخططات الإسرائيلية في المدينة بشكل عام، وحكومة نتنياهو أقرت مؤخرا 454 وحدة استيطانية في مدينة القدس. وحتى نتحدث عن هذا الموضوع أرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ زياد الحموري مدير مركز القدس للشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد. يعني ما توقفتش المخططات الاستيطانية، لكن واضح أن إسرائيل دائما تنتظر الموعد الأنسب لإخراجها إلى العلن. مؤخرا تم الحديث عن منطقة باب الساهرة ولو نبدأ الحديث عنها، ولكن عادت وزارة الإسكان وقالت أن هذا العطاء نشر بالخطأ. شو حيثيات هذا الموضوع؟ بس بالبداية إذا بتسمحي لي أنه نتقدم بالتعازي لأهالي شهدائنا والشفاء لجرحانا طبعا. وإن شاء الله كل أسرانا بتحرروا. والصحيح كمان يعني في قضية مقلقة بالقدس، موضوع الجثمين الشهداء، واللي بنتأمل انه هذه تنتهي هذا العقاب الجماعي. صحيح يعني بالقدس الاستيطان ما وقف اطلاقا، ما وقف، هناك استمرار بالاستيطان، هناك زيادة وحدات في كل المستوطنات المحيطة بالقدس. يعني حتى يمكن اليوم صار صعب حصر قديش عدد الوحدات الاستيطانية اللي عم بيعلن عنها كل فترة وفترة. يعني من أنابوليس حتى اليوم صاروا معلنين عن أكثر من 50-60 ألف وحدة استيطانية، طبعا جزء منها عم بشكل فعلي عم بنبنى، وجزء في دور يعني المصادقة وإلى آخره. موضوع باب الزهري موضوع هو قديم جديد، يعني موضوع اللي احنا بنعرف اللي هو جنب برج الأخلق، هناك مساحة كبيرة اللي بده ينبنى فيها، طبعا جزء منها كمان هناك بؤرة استيطانية موجود فيها إسرائيليين وإلى آخره مستوطنين. على ما يبدو بدها تتوسع هاي. الإشي الأخطر هو ما يحيط بالقدس، يعني على سبيل المثال اليوم البريد، مبنى البريد حوالي نعرف انه حوالي 7000 متر مربع. صحيح. يعني مبنى ضخم مبنى ضخم جدا، جزء كبير منه صار بين ايدين المستوطنين، جزء اللي صاروا المستوطنين بدخلوا بيطلعوا عليه،
صاروا عاملين له ترميم والى اخره، وحتى جزء من البريد قسم، وهذا هذا هذا خطر. هلا ممكن هذا المبنى كما يعني مخطط له انه حاولوا يربطوه، لانه هذا مدرسه كمان مدرسه المديه، وممكن يربطوه في المستوطنه اللي في باب الزهري من خلال نفق، وهذا بسيط وارد. وهذا بسيط جدا صحيح. لانه يعني كثير من الانفاق اللي موجوده بالقدس يعني على ما يبدو عشرات الانفاق موجوده على حسب المصادر الاسرائيليه، وعلى ما يبدو انه هاي الانفاق كلها عم ترتبط في شيء مدينه صحيح. تحت القدس، ومدينه اعلن عنها باكثر من مجال. وهذا يعني اليوم موضوع التركيز الكبير على داخل البلد القديمه وزياده الاستيطان في داخل البلد القديمه ومحيط البلد القديمه، يعني ما سمي بالحوض المقدس هو التركيز الكبير عليه. طيب يعني لما نتحدث عن البلد القديمه واللي هي حتى الان في اغلبيه في المسلمين الموجودين هناك عكس القدس بشكل كامل، نعرف أنه الأغلبية اليهودية الموجودة فيها، شو الصورة اللي بتحاول إسرائيل تفرضها أو تغيرها فيما يتعلق بالديموغرافيا في البلدة القديمة عبر زرع هذه الوحدات الاستيطانية ولو بشكل بطيء؟ يعني إسرائيل عندها نفس طويل في التعامل مع هذه اليهودية. طبعا يعني زي ما تفضلتي في أغلبية فلسطينية في داخل البلدة القديمة يعني بشكلها الإسلامي المسيحي، لا زالت تحتفظ بهذا الطابع. بالضبط، لا زالت تحتفظ في هذا الهاي، وفيها تقريبا حوالي اليوم يعني حسب التقديرات من 35 إلى 36 ألف فلسطيني، ويمكن من أعلى الكثافات في الدنيا صحيح. اللي موجودة هناك، وفي حوالي 4000 مستوطن، يعني بين 3500 إلى 4000 مستوطن موجودين بين بعض البؤر الاستيطانية و الحي اليهودي. طبعا زي ما ورد في مخططاتهم 2020 و2030 والى اخره، بدهم يعني هيك يقال انه بدهم يكون طابع البلدة القديمة هو طابع يهودي، فبالتالي بدهم يشجعوا، طبعا بدهم يشجعوا وبدهم يضغطوا. يعني واحنا شفنا زي ما تفضلتي بتقريرك انه هناك استغلال لكل فرصة بتصح لهم، هناك مخططات موجودة لكن تستغل بكل فرصة لهم 100%. يعني احنا شفنا كيف عملوا في منطقة الواد صح. على سبيل المثال شو الخطوات اللي أخذوها، هاي خطوات ما أجت صدفة. يعني احنا نعرف انه هناك بيت شارون، هناك جزء من المحلات على ما يبدو انهم مخططين انهم يحطوا ايديهم عليها، يعني لأنه طريقة إغلاق المحلات وطريقة معاقبة التجار ما إجت صدفة. يعني ما صحيح. يعني لأول مرة بنطلب من التجار وبنطلب من المواطنين المقدسين يكونوا مراقبين، يكونوا مثلاً. مدافعين، ولا مرة صارت يعني أي فلسطيني عم بقرب على أي حدث. زي ما شفنا احنا مسعفين انضربوا، مسعفين يعني على مرأة صحيح. من كل العالم، الشاب اللي اندعس بالجب اجوا مسعفين يحاولوا يساعدوه ضربوهم صحيح. فبالتالي يعني اي فلسطيني ممكن يقدم، فهاي يعني هذه ضمن الاجراءات اللي عم بيحاولوا يضغطوا فيها على الفلسطينيين في داخل البلد القديمه بالتحديد طبعا وفي القدس بشكل عام. وهاي الاجراءات اعلن عنها سابقا، يعني هاي كلها اجراءات مش جديده صح. يعني حتى قبل اكتوبر، قبل هبه اكتوبر أعلن أن هناك إجراءات إسرائيلية مشددة بحق المقدسيين، مخالفات، سير، هدم، اعتقال، كل هذه القضايا تم الإعلان عنها من واحدة من المؤسسات. فبالتالي اللي احنا بنشوفه اليوم هو استمرار لهاي نعم. المخططات. واضح ايضا توليفه الحكومه الحاليه الاسرائيليه اليمينيه والاشياء التطرف اللي شفناها بتساهم في هذا الموضوع. يعني نفتالي بنت في جلسه الحكومه يعني استغرب موضوع تجميد او عدم الحديث في موضوع الوحدات الاستيطانيه في باب الزهره، وقال انه احنا بنبني في القدس مش في مستوطنه في نابلس او غيره، بالتالي هذا حقنا الطبيعي والحديث لنفتالي بنت. فتوليفه الحكومه هذه ايضا بتسرع في موضوع التوسع والتمدد الاستيطاني. مضبوط صحيح، يعني هدول بيكشفوا اكثر، لكن مخططات الاستيطان هي موجوده طول الوقت طول الوقت. وبعدين يعني نفترض بنت يمكن معتدل بالنسبه لغيره، يعني احنا سمعنا احد المستوطنين عم بيحكي على نتنياهو انه معتدل، انه يساري حتى ما يعني وصفه. والقضيه مش بس بالقدس، بكل المناطق. يعني هناك تصريحات لاكثر من مسؤول اسرائيلي، لاكثر من وزير اسرائيلي، انه بالضفه الغربيه انه نابلس بيعتبروها زيها زي تل ابيب يعني او رام الله، يعني لهم الحق
وين ما كان يبنوا، لأن هناك أصوات اليوم اللي عم تحكي على فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية. صح. وعلى المستوطنات اللي في الضفة الغربية. بالتالي يعني موضوع التهام الأرض والاستمرار بموضوع الاستيطان ما فيش حدود فيه، يعني الأمور رايحة للآخر بالنسبة لهم. طبعا هذه فرصة أنه لما بكونوا يمينيين موجودين في نفس الحكومة كل واحد عم بزاود على الثاني بتصريحات أكثر وبأفعال أكثر وباقتراحات أكثر. يعني إحنا العقوبات المشددة اللي صارت على الفلسطينيين يعني في شيء منها غريب عجيب، يعني لا يمكن تصديقه، يعني بيعكس قديش هم عندهم تضاربات في كل تحركاتهم في نظرتهم للقدس، لأنه يعني الكل كان بيحكي على قدس موحدة. اليوم الأمور يعني الكلام شيء والتطبيق على الأرض شيء آخر. موضوع الحواجز العسكرية اللي وضعتها إسرائيل منذ بداية أكتوبر حتى هذا اليوم، يعني الموجود في مدينة القدس بيعرف الكم الهائل من الضغوطات اللي بخلقها أو بتخلقها هذه الحواجز على المواطنين، الذهاب إلى العمل إلى المدارس، التنقل، التحرك، ولا زالت يعني موجودة. ممكن إنها حكومة نتنياهو تعلن إنها شالت حاجز أو حاجزين، ولكن ترجع بتوضعهم مكانهم، وهذه سياسة يبدو أنها لخلق أمر واقع جديد أن هذه الحواجز العسكرية ممكن تكون موجودة لفترة طويلة أيضا إلى الأمام. شوف المزبوط، كل شيء عم بصب في خنق الفلسطينيين. كل شيء، يعني طبعا زي ما قلنا يعني هاي الحكومة يمكن بتبرز الأمور، كل الحكومات السابقة كانت تشتغل بنفس الطريقة بس بصورة يمكن شوي أسلس. اليوم يعني كان في تصريح واضح جدا لنتنياهو في إحدى جلسات الحكومة الأخيرة اللي بقول إحنا بدنا نطلع 200 ألف فلسطيني من القدس. فهلأ هاي كل هاي الإجراءات بدها تصب في هاي الخانة، يعني هذا واضح. بالتالي يعني احنا متوقعين انه يكون في تجديدات كثيرة، يعني لأول مرة مثلا بصير في محاولة لفرض عقوبة على الأطفال انه هناك أضرار في القطار الخفيف. في القطار الخفيف التجديد على العقوبات بالنسبة لرمي الحجار، عشرات السنين من الاعتقال، غرامات كبيرة، وعقاب للأهل كمان. هناك محاولة لإرهاق الفلسطينيين اقتصاديا بكل الوسائل من شأن الفلسطيني بآخر النهار يقول أنا مالي ومال القدس، خليني أطلع فتش على محل تاني. وهذه الهدف. لكن على ما يبدو لحد اليوم الإسرائيليين مش قادرين ينجحوا بهذا الموضوع. هناك يعني تكاثر فلسطيني كبير وفي تحدي لكل هاي زيادة مش نقصان، يعني صحيح وفي تحدي صحيح وفي تحدي كبير لكل هاي الإجراءات الإسرائيلية. الناس بتبني وبتصمد وبتعيش، أصحاب المحلات يعني ببذلوا كل جهدهم إنه يبقوا في محلاتهم. بالتالي طلاب المدارس كمان هناك معاناة يومية، هناك ملاحقة كتير من الجيش للطلاب لما بروحوا على مدارسهم. صح. عم بيحاولوا كمان يخوفوهم ويرهبوهم وإلى آخره. مع ذلك المقدسيين لا زالوا موجودين بالبلد والصورة اللي تمت بالفترة الأخيرة يعني خلال العام ونص وضحت تماما أنه المقدسيين مش ممكن يتنازلوا عن القدس ولا يمكن قبول القدس. صحيح. وموجودين في القدس. شكرا جزيلا لك الأستاذ زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يسعد صباحك. مشاهدينا، من القدس إلى موضوع آخر، ولجنة الانتخابات المركزية والفوز بجائزة دولية في المكسيك. خلينا نكون مع فاصل في البداية. في القدس أعني داخل السور القديم، أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني. فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس، يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا. فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة. كنت أمشي فوق منحدر وأهجس، كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر؟ أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب؟
أسير في نومي، أحملق في منامي، لا أرى أحدا ورائي، لا أرى أحدا من أمامي. كل هذا الضوء لي، أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي. تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعي النبوي، إن لم تؤمنوا لن تأمن. أمشي كأني واحد غيري، وجرحي وردة بيضاء إنجيلية، ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض. لا أمشي أطير أصير غيري في التجلي، لا مكان ولا زمان، فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج، لكني أفكر وحده. كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية، هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت قتلتني ونسيت مثلك أن أقول. أهلا بكم مشاهدينا. إذا لجنة طبعا الانتخابات المركزية حصلت على جائزة دولية تقديرا لدورها في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة السياسية في الانتخابات. طبعا في مؤتمر كان في المكسيك شاركت فيه عدد مختلف من الدول، وفلسطين حازت على الجائزة الأولى. حتى نتحدث عن هذه المشاركة وطبيعة هذه الجائزة، أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، مبروك الجائزة الجائزة الأولى مع هذا التنافس على مستوى العالم. خبرنا عن تجربتكم والمشاركة في المكسيك. يعني هذا المؤتمر الدولي اللي تعقده المركز الدولي للدراسات البرلمانية يعقد بشكل سنوي، تجتمع فيه جميع الإدارات الانتخابية من دول العالم المختلفة، تناقش فيه أمور لها علاقة بدور لجان أو هيئات الانتخابات في الدول المختلفة في عدة مجالات. على جانب هذا المؤتمر يتم توزيع جوائز أو شهادات تقدير لإنجازات معينة تم القيام بها. تم اختيارنا هذا العام للفوز بالمركز الأول عن فئة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة الانتخابية في فلسطين. وجودكم في المكسيك ووجود ربما لجان الانتخابات من دول مختلفة، ماذا تعني هذه المشاركة؟ ولما ننخرط أكثر ونكون مع هذه الدول ولها تجارب ربما مختلفة عنا، إيش ممكن نضيف لعمل لجنة الانتخابات المركزية؟ يعني أول إشي حصولنا على جائزة ويزيد من الاعتراف بفلسطين كدولة لديها هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وهي الظاهرة العامة في دول العالم. هذه واحدة. اثنين، تزيد من مصداقية لجنة الانتخابات في مجتمعها المحلي كونها تفوز بجائزة على هذا المستوى. نحن بالمناسبة ليست هي الجائزة الأولى التي حصلنا عليها هذا العام. العام الماضي حصلنا على جائزتين في فئتين مختلفات، ولكن لم تكن الجائزة الأولى. هذا العام هو حصلنا على الجائزة الأولى عن هذه الفئة. هذا المؤتمر يقدم جوائز عن فئات كثيرة من المجالات التي تعمل فيها لجان الانتخابات في العالم. ونحن في فلسطين نعمل على تعزيز المشاركة على سبيل المثال لطلاب المدارس، على تعزيز أو تقوية مؤسسات المجتمع المدني في أن يكونوا شركاء مع لجنة الانتخابات. عملنا هذا العام الماضي على
تعزيز أو إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وهي فئة أيضا حصلنا على جائزة العام الماضي من نفس المؤسسة وهكذا. وبالتالي دور لجنة الانتخابات في تعزيز الثقافة الانتخابية في فلسطين هو دور بارز، وكان لنا ليس أيضا فقط أننا حصلنا على مشاركة وإنما عرض التجربة الفلسطينية في هذا المؤتمر في هذا المجال. نعم دكتور، لما نتحدث عن تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة السياسية، شو الخطوات اللي قمتوا فيها لتعزيز دور المجتمع المدني، وشو العلاقة ما بين لجنة الانتخابات المركزية وبين مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي وصلتوا لهذه النتيجة المتكاملة؟ يعني بدك توصل لمجال انك تمأسس فيه علاقتك مع مؤسسات المجتمع المدني، وخلينا نعترف بانه لجنة الانتخابات لا تستطيع ان تقوم لوحدها في موضوع تعزيز الثقافة الانتخابية والتوعية الانتخابية، وبالتالي تحتاج شركاء، ونعتبر مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي. نحن نعزز قدراتهم في نشر الوعي الانتخابي، وبالتالي نقوم بتدريبهم وتدريب مدربين لديهم وإطلاق عدة مشاريع، من ضمنها على سبيل المثال المشروع الذي أطلقناه قبل أسبوع هو دعوة مؤسسات المجتمع المدني لتقدم مشروعات بمشاريع أو أفكار مشاريع للتنافس عليها والحصول على دعم من قبل لجنة الانتخابات المركزية للقيام بفعاليات من شأنها تعزيز دور الشباب في المشاركة، تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية ومجالات أخرى لها علاقة. لجان الانتخابات المعروف فيها عالميا بأنها هي لجان تنظيم وإدارة الانتخابات فقط لا غير، ولكن في الفترات ما بين الانتخابات، الفترات التي لا يوجد فيها انتخابات، كون لجان الانتخابات دائمة لديها الكثير ما تقوم به، من ضمنها كما ذكرت تعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، تدريب وتوعية الأحزاب السياسية وهكذا. وبالتالي لدينا أدوار أخرى نقوم بها، ونحن نشيطون جدا، وضمن الاستراتيجية التي وضعناها هي مؤسسة العلاقة مع شركاء العمل الانتخابي بشكل كامل. يعني نتحدث عن موضوع مهم وهو الثقافة الانتخابية لدى شعبنا. لما نتحدث عن شعبنا الفلسطيني واللي آخر انتخابات مثلا رئاسية كانت 2005، تشريعية كانت 2006، وبعدها سنتحدث عن انتخابات على مستوى البلديات، هذا أيضا يعني بولد نوع ما من الإحباط لدى الناس في كيفية ممارسة حقهم الانتخابي في ظل هذا التعطل اللي احنا شايفينه في وطننا فلسطين. يعني غياب العملية الانتخابية في فلسطين طبعا للأسف هي ظاهرة سلبية، ولكن أنت تعرفين أنه هناك معيقات سياسية داخلية فلسطينية تعيق من إجراء الانتخابات، ولكن أستطيع أن أقول لك بأنه الوعي الانتخابي في فلسطين هو وعي عالي. نسبة المشاركة في التسجيل أو السجل الانتخابي هي نسبة تصل إلى 85%، وهي نسبة عالية جدا إذا ما قرنت في المجتمع الدولي، ولكن ما نحتاجه فعلا كما ذكرتي هو إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يتم تجديد الشرعيات الفلسطينية وتجديد الدماء في البرلمان الفلسطيني وهكذا، لأنه النقيصة الوحيدة أو النقص الوحيد الذي نلام عليه نحن أننا لا نجري انتخابات عامة، ولكن هذا خارج عن إرادة لجنة الانتخابات. لجنة الانتخابات أستطيع أن أؤكد بأنها جاهزة لإجراء هذه الانتخابات متى يتم الدعوة إليها وفور العمل بها. قلت أنكم تعملوا على كثير من الأمور، مؤسسات المجتمع المدني، قطاع الشباب، قطاع الفئات يعني ذوي الإعاقة. يعني لاحظنا أيضا في الانتخابات يعني لسه عندنا النزعة العشائرية أثناء القيام بعملية التصويت، هذا أيضا ربما محور بحاجة أنه نشتغل عليه سواء أنتم والجمعيات أو المؤسسات المشاركة معكم، حتى تكون موضوع التصويت هو عن موضوع للمصلحة العامة وليس لحسابات سواء كانت فئوية أو حزبية. صحيح. أو عشائرية. صحيح. يعني إحنا بعد الانتخابات المحلية جرت في 2012 عقدنا اجتماعات مع الأحزاب السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات النسوية، المؤسسات الشبابية، حتى نخرج بموضوع ما يسمى إصلاح النظام الانتخابي اللي اتطرقوا فيه لموضوع النظام الانتخابي، هل هو انتخاب فردي أو انتخاب على مستوى حزبي، هل هو عشائري أو مشاركة قوائم انتخابية، كل هذه الأمور، نسبة كوتة المرأة في 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 الانتخابات، مواضيع كمواضيع الفوز بالتزكية، كلها تم التطرق إليها
زيادة أو تقليل سن مشاركة الشباب في الترشح وبالتالي لأن تصل إلى 21%. كل هذه القضايا تم مناقشتها من قبل المشاركين. دور لجنة الانتخابات كان دور محفز للنقاش، لأنه نعتبر أنه إصلاح العملية الانتخابية هي ملكية المجتمع الفلسطيني وليست ملكية لجنة الانتخابات، ولكن دورنا إحنا أنه نطرح النماذج الموجودة في العالم كله، نبين السلبيات والإيجابيات في كل نظام انتخابي، وعلى المجتمع الفلسطيني أو المجتمع الذي يبحث هذا الموضوع الوصول إلى نظام. أستطيع أقول بأنه هذا المقترح للتعديل النظام الانتخابي الآن هو يناقش على طاولة مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره. وبالتالي نحن نشطون جدا في هذا المجالات، يعني دورنا أن نوعي، دورنا أن نعرف المشاركين والشركاء بأفضل الممارسات الانتخابية في العالم، وعلى هذه المؤسسات أن تأخذ ذلك وتقوم بنشر هذا الموضوع. نحن نقدم مساقات في الجامعة الفلسطينية، نحن نوعي سنويا 9000 طالب من طلاب صف التاسع، نحن نوعي أيضا طلاب الصف الثاني عن الممارسة الانتخابية. الصف هناك الثاني الأساسي. الصف الثاني الأساسي، أنت لا تتخيلين بأنه طالب أو طالبة في الصف الثاني هو يتدرب على موضوع الانتخابات، يشكل لجنة انتخابات، يضع سجل، يتم ترشح، ولكن ليس ترشح أشخاص إنما ترشح حيوانات يتم البحث فيها ويتعلم من خلالها اللغة العربية والرياضيات والعلوم. أستطيع القول أيضا بأنه وزارة التربية والتعليم تبنت هذا النهج ضمن موضوع التعليم التكاملي، وأصبح هذا النهج تقدم وزارة التربية والتعليم كل عام. وبالتالي هذه هي التي نقوم بها. نأمل بأن نصل إلى فترة معينة أن نقوم بإجراء انتخابات أيضا فلسطينية يتم الإشادة بها كما تم الإشادة بها في العوامل. يعني أكيد لأن في أجيال يعني قبل 10 سنوات حتى الآن ما قامت بممارسة حقها في التصويت، عشان هيك التوعية الانتخابية المستمرة بتضل يعني تحفز في موضوع الانتخابات. إذا رجعنا 2012 يوم عملنا تحديث تسجيل في غزة، تسجيل الانتخابي، 400,000 مواطن فلسطيني تقدموا لعملية التسجيل. هذا يدل على أن الشعب الفلسطيني لم يفقد الأمل في العملية. صحيح. وهو استنى. مهتم جدا أنه يوم إن شاء الله يكون قريب ستجرى انتخابات في فلسطين إن شاء الله. شكرا لحضورك الجميل معنا دكتور هشام كحيل المدير التنفيذي لجنة الانتخابات المركزية. مرة أخرى مبروك هذه الجائزة. صحيح. وإحنا نسعد بأي مؤسسة أو منظمة أو هيئة فلسطينية بتحوز على هذا النوع من الجوائز العالمية. أما أنتم مشاهدينا لسه عنا فقرات مختلفة في فلسطين هذا الصباح حتى 10 بإذن الله تعالى. نتوقف مع فاصل ونشوف شو ضايل لنا. أهلا بكم مشاهدينا. تأثير المادة الإعلامية على الأطفال هذا موضوع كبير وواسع جدا. في فلسطين هذا الصباح نحاول نناقش هذا الموضوع من ناحية نفسية، عصبية، اجتماعية، ثقافية، وكيفية تأثير المحتويات الإعلامية التي تبث سواء عبر شاشات التلفزيون أو عبر الشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية على نفسية وسلوكيات الأطفال. نرحب من قلقيلية بالدكتور فايز يمين أخصائي الأمراض النفسية والعصبية. يسعد صباحك دكتور، منورنا في فلسطين هذا الصباح. اسمح لنا نتابع تقرير لزميلنا أحمد شوال اللي تعرض لهذا الموضوع في تقريره ونبدأ الحوار معك بإذن الله تعالى.
صباح الفل، خلينا نتابعنا وانت سويا. في ظل أحداث متتالية وجرائم إسرائيلية لا تتوقف واستهداف للأطفال وعقولهم عبر وسائل الإعلام المتنوعة، نظمت جامعة القدس المفتوحة فرع قلقيلية التعليمي لقاء حول دور الإعلام في حماية الطفولة ومسؤولية الجامعة المجتمعية نحو الطفل. تسلط الضوء على حقوق الطفل وعلى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفالنا، وبالتالي معالجة قضية الخوف التي تنتاب الأطفال من خلال هذه الندوات ومثل هذه المحاضرات. هذه الندوة جاءت من هذا الباب، من باب المسؤولية المجتمعية، استهدفت ذوي الاحتياجات الخاصة وبالإضافة إلى عدد من طلبة المدارس لمعالجة هذه القضية، وخصوصا قضية الطفل أحمد مناصر. لقاء أمل القائمون عليه إيصال الأثر الإيجابي والرسالة المرجوة لعقول الأطفال الحاضرين ومحاولة تعميم الفكرة على الطفولة الفلسطينية أينما وجدت. هذه الندوات لها أثر كتير إيجابي على الأطفال، على مستوى توسيع مستوى مدارك الفهم عندنا الأطفال، حتى مشاركتهم، حتى إحنا بنكون ملامسين لقضاياهم ومشاكلهم أكثر قربا منكون من الأطفال نفسها. لا، بالطريقة الأكاديمية إحنا عندنا دائما المواثيق الدولية والحقوق الطفل والأشياء، بس أكثرها بتكون دائما على أرض الواقع بمخاطبة الأطفال نفسهم ومعرفة مشاكلهم نفسهم، توجهاتهم، تجارب شخصية وشهادات حية ناقشها الحضور، فأضفت على اللقاء سهولة في إيصال الرسالة والأهداف التي حملها منظمو هذا اللقاء. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية. إذا تابعنا تقرير الزميل أحمد شاور من قلقية، نرحب مرة أخرى بالدكتور فايز يمين أخصائي الأمراض النفسية والعصبية. صباح الخير دكتور. لما نتحدث عن محتويات المواد الإعلامية وخاصة في وطننا فلسطين، نعاني الله. صباح الخير وكل المشاهدين. نعاني ما نعاني هنا يعني من الاحتلال، ويعني صرنا نشوف الصور التي تنشر، يعني صور الدماء، صور الشهداء، صور الجيش وهو يعتدي على الأطفال. كل هذا يترك بطريقة أو بأخرى تأثير سلبي على نفسية الأطفال. كيف بتنظر لمضامين الإعلام دكتور؟ لا شك أن الإعلام يعني تطور تطورا كبيرا لدرجة أنه دخل كل بيت وكل مكان، والوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر تطورت إلى حد كبير، بحيث أن التلفزيون والوسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية صارت من الوسائل المهمة اللي ممكن الوصول إليها في أي وقت في أي مكان. وإذا ما أردنا أن نفهم مدى تأثير الإعلام على الأطفال، يجب علينا أولا أن نفهم أو أن نحدد الفئات العمرية المقصود بها عندما نقول الأطفال، وهي الفئة العمرية التي تمتد من سن 0 إلى سن 15. ويجب علينا أيضا أن نعرف أن النفسية وسيكولوجية الأطفال حتى نفهم ونقدر كيف الإعلام يؤثر، بأي طرق يؤثر على هؤلاء الأطفال وعلى هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا. ولكي نفهم مدى تأثير الإعلام أيضا يجب علينا أن نعرف أن نصف المجتمع أو الإحصائيات الديمغرافية أو البشرية تفيد بأن من 40-50% من المجتمع هم من الفئة العمرية التي تقع يعني دون سن 15. ولهذا السبب يجب علينا أن نكون حذرين ومنتبهين جدا إلى البرامج الإعلامية التي تخاطب أطفالنا، وإلى البرامج التي تبث من القنوات الفضائية اللي ما إلهاش يعني حدود. هناك طيب فضائيات دكتور كثيرة، نعم، وكل فضائية كما نعم هو معلوم تبث البرامج التي تخاطب الطفل. نعم دكتور، لو تسمح لي يعني كيف وانت من وجهه نظر نفسيه، اسمح لي بهذه المداخله دكتور، من يعني وجهه نظرك ومختص بالامراض النفسيه والعصبيه، كيف تقيم مضامين ما يبث نعم عبر شاشات التلفزيون او عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه، خاصه خلال الشهر ونص اللي احنا بنعيش فيهم الهبه الجماهيريه؟ وكيف تقيم مستوى اذا كانت هذه المواد تصلح ان يتابعها اطفال، او انه هذه المواد
الواحد يجب أن تكون ضمن ضوابط معينة بحيث الفئات الصغيرة لا تتعرض لمثل هذه المشاهد. في البداية لابد من الترحم على شهدائنا اللي سقطوا على درب الانعتاق والحرية، وإبقاء اسم فلسطين وقضية فلسطين شعلة متكدة. كما قلت، الأطفال هي يعني فئة مهمة جدا، وإذا ما أردنا أن نعرف بالضبط كيفية تأثير كل المناظر اللي بنشوفها بوسائل الإعلام سواء كان تأثيرها إيجابي أو سلبي، يجب أن نعرف الطفل. الطفل بداية هو يعني كلمة طفل مشتقة من طفلة، والطفلة هي الطينة اللينة، الطينة اللينة التي يمكن قولبتها وتشكيلها بالطريقة اللي احنا بدنا اياها. عشان هيك الإعلام لازم يكون مقنن ولازم يكون مبرمج وموجه إلى الأطفال بشكل دقيق جدا، ويكون هناك خبراء متابعين لها البرامج، لأنه تأثيرها قد يكون سلبي جدا على الأطفال وقد يكون بنفس الوقت إيجابي. ليس التأثير الإعلامي على الأطفال هو دائما سلبي، هو له دور إيجابي أيضا، ولكن التأثير السلبي إذا كان طاغي أكثر فمن هنا يجب يعني علينا، هناك يعني مثل يقول أنه دفع الضرر أولى من جلب المنفعة. صحيح. عشان هيك إحنا لازم نكون في رقابة مستمرة على أطفالنا وفي انتقاء شديد للبرامج اللي احنا بنشوفها بالتلفزيون، لانه الطفل في مرحلة عمرية معينة، الطفل يعني كل مرحلة عمرية لها خصوصية معينة. فالطفل مثلا قبل سن السادسة الخامسة او السادسة لا يكون عنده القدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال والواقع، بصير عنده خلط، المفاهيم عنده بتكون غير مكتملة. يعني مثلا مفهوم الموت عند الطفل قبل سن 6 سنوات لا يكون مكتمل، يظن الطفل أن من يموت سوف يعود إلى هذه الدنيا. نعم. ولكن مفهوم الموت بمعناه الحقيقي لا يكتمل عند الطفل إلا بعد سن طيب. السادسة. نعم. وقياسا على ذلك هناك مفاهيم كثيرة عند الأطفال فبتكون نعم. طب دكتور اسمح لي، يعني بتكون عندهم القدرة على الاستنتاج طيب. والاستشفاف دكتور العائلة أو المدرسة مفروض أنه هي اللبنة الأساسية اللي بتتعامل معها الطفل في تكوين شخصيته وتقديمه إلى الحياة بحلوها ومرها. طيب إحنا شعب عايش تحت احتلال، برأيك المؤسستين اللي تحدثت عنهم العائلة والمدرسة كيف ممكن يعرفوا الطفل أو يعطوا قدر من المعلومات اللي يجيب على تساؤلاته فيما يحصل في الوطن من ارتقاء للشهداء، من مشاهد الدماء اللي تعرض على شاشات التلفزة، من موضوع هدم المنازل، الحواجز العسكرية؟ بطريقة أو بأخرى الطفل ذكي ويسأل، ولكن ربما النقطة هنا المهمة هو كيفية تعامل المدرسة العائلة مع أسئلة الطفل هذه ومع شرحه للواقع اللي إحنا جميعنا بنعيشه. دكتور لا شك أنك لمست موضوع مهم، دور الأهل والبيت والوالدين هو الدور الأساسي الذي يبدأ قبل أي دور آخر. يجب على الآباء والأمهات أنهم يعني يكونوا قادرين على الإجابة على أسئلة أبنائهم بواقعية، ويجب أن يكونوا قادرين على تأمين الحماية لأطفالهم، لأن الطفل خاصة بالطفولة المبكرة بيكون بحاجة إلى الأمن، إلى الأمن الشخصي، إلى السلام الشخصية، بيكون إنه حاجات نفسية، حاجات ترفيهية، حاجات تعليمية. فمن هنا دور الأب والأم يجب أن يكون محوري، ويجب توجيه الطفل إلى مشاهدة البرامج الهادفة، يعني اللي بيكون القصد منها توجيه الطفل إلى سلوكيات وعادات مفيدة، وسلوكيات وعادات وقيم ومعارف تقود بالنهاية إلى انتمائه لهذا الشعب ولهذا الوطن. لأن البرامج اللي بشوفوها الأطفال إذا إحنا تركناهم يتفرجوا ويتابعوها زي ما هم بدهم، كما هو معروف خاصة أفلام الكرتون، هاي أفلام الكرتون هي يعني معظمها أفلام غربية تسوق القيم والمعتقدات والمفاهيم والسلوكيات الغربية، وفي معظم هاي الأفلام الكرتونية للأسف يعني عنوانها بيكون القتل والعنف
والوصول إلى يعني غاية بأي طريقة من الطرق، يعني بيكون مضمونها أنه الغاية تبرر الوسيلة. فبتلاقي شخصيات خيالية في المسلسل هاي لا يعني يعتقد الطفل لما بيشاهدها أنها حقيقة مسلمة، فبحاول دائما أنه يقلد ما يراه في المسلسلات. من هنا يجب على الأهل في البيت أنهم يوجهوا الطفل إلى ماذا يشاهد. طيب أيضا سألتك دكتور، بالإضافة إلى ذلك بالإضافة للأهل حتى نستغل الوقت الأوقات اللي الطفل دكتور نعم حتى نستغل الوقت الباقي معنا، سألتك عن الأهل والمدرسة أيضا في كيفية التعامل مع الأطفال. هل الأطفال مفروض نعزلهم في البيئة اللي هم ممكن يستوعبوها، اللي هو داخل نطاق الطفولة والبرامج الأطفال المخصصة لأعمارهم، ولا الأطفال لا يعني بشكل أو بآخر لازم يعرفوا ماذا في حواليهم في الدنيا من تطورات، شو في بصير على الوضع السياسي ولو بطريقة مبسطة؟ يعني برأيك الطفل لازم يطلع على الأوضاع كما هي عليه، ولا لا لازم الطفل يعيش ضمن الطفولة ونقارنه بالأطفال الموجودين في الخارج؟ شو الأمثل لحل هذه المشكلة دكتور؟ حسب الفئة العمرية يجب علينا أن لا نحمل الطفل ما لا يطيق. حسب الفئة العمرية، الفئة العمرية من سن 2 إلى 6 سنوات غير الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة. فالطفل كل ما كبر أكثر كل ما اقترب إلى الملكات العقلية التجريدية اللي بتمكنه من فهم الأحداث كما هي، وبتمكنه أنه يقرأ أو يستشف أو يقدر يتوقع إيش بده يصير في المستقبل. فالطفل يعني لازم نراعي المرحلة النمو النفسي والعاطفي اللي عنده، مش لازم الطفل يعرف دائما كل شيء. وإذا أردنا أن نعرفه يعني بأشياء معينة لازم بأسلوب مبسط تخاطب وعيه وإدراكه وفهمه. نعم أشكرك الطفل في هاي المرحلة جزيلا الدكتور فايز يمين أخصائي الأمراض النفسية والعصبية، ونشكرك يعني جزيلا من أسف لضيق الوقت. إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى معك من قلقيلية. مشاهدينا محطة أخيرة بقيت معنا في فلسطين هذا الصباح، وجائزة دولة فلسطين في الأدب الفنون والعلوم الإنسانية. بحبك يا فلسطين، بحبك يا بلادي، وانت جوا الروح والعين بفديكي في ولادي. من قلبي بحبك يا فلسطين، بحبك يا بلادي، وانت جوا الروح والعين بفديكي في ولادي. فيك عايش أطيب ناس يا اسمك على جبين والراس يا فلسطين، فيك عايش أطيب ناس يا فلسطين اسمك على جبين. وانت امي وجوا دمي، فيكي بنسى وجعي وهمي. مستحيل يزور مهما أوصف لك يا بلدي
وغني وانتي امي وجوه دمي فيكي بنسى وجعي وغمي يا 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 فلسطين جائزة دولة فلسطين في الأدب والفنون والعلوم الإنسانية، هذه الجائزة اللي انطلقت في نسختها الأولى عام 1997، وكان وقتها رئيس لجنة التحكيم الشاعر الكبير محمود درويش. الجائزة بعد 3 سنوات انقطعت بسبب طبعا اندلاع انتفاضة الأقصى، وبعد 14 سنة على توقفها تم استئنافها، وطبعا في قصر رام الله الثقافي وبحضور السيد الرئيس تم تسليم هذه الجائزة التي تعتبر أرفع جائزة إذا تقدم في مجال الأدب والفنون والعلوم الإنسانية في فئات مختلفة. حتى نتحدث عن هذه الجائزة أرحب هنا بالشاعر عبد الناصر صالح وكيل وزارة الثقافة، يسعد صباحك. وديما الحراني الحائزة في فئة الإبداع الشبابي، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. شاعرنا عبد الناصر، لو نتحدث عن استئناف هذه الجائزة بعد مدة الانقطاع الطويلة اللي عشناها، وأهمية أنها تكون في عنا الجائزة باسم فلسطين مقدمة في هذه الحقول الأدبية والإنسانية. نعم، بداية صباح الخير لك ولل صباح النور المستمعين والمشاهدين جميعا. هذه الجائزة جائزة فلسطين التقديرية في الأدب والفنون والعلوم الإنسانية تحسب لصالح دولة فلسطين، صالح السلطة. يعني من ضمن أهم الإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية داخل فلسطين وعلى مستوى الإعلام العربي أيضا أنها ابتدعت هذه الجائزة. هذه الجائزة أسست عام 1997 بقرار من الرئيس المرحوم الشهيد ياسر عرفات، واستمرت حتى عام 2000. عام 2000 اندلعت الانتفاضة وأصبحت هناك ظروف صعبة لتقديم الجائزة ولا تشكيل اللجان. كان يرأس الجائزة الشاعر المرحوم الشاعر الكبير المرحوم محمود درويش. توقفت لمدة 14 عاما هذه الجائزة. الآن أعيد الاعتبار لها مرة أخرى بقرار من سيادة الرئيس أبو مازن وبمرسوم أيضا من سيادة الرئيس أبو مازن، والآن رئيس اللجنة الأستاذ يحيى يخلف واللي حضر الرئيس شخصيا. نعم. الحفل. ديما صباح الخير مرة أخرى. ديما، وأنت الحائزة على جائزة فلسطين في قطاع الإبداع الشبابي، أول شيء شو بتعني هذه الجائزة إليك، خاصة أنها يعني تعتبر من أعلى وأكثر الجوائز المرموقة اللي تقدم في فلسطين، ونتعرف على مساهماتك في مجال الإبداع الشبابي. بداية صباح الخير. صباح النور. وشكرا على الاستضافة اللطيفة. أول شيء أنا هي شرف كبير لإلي وللمشروع بشكل خاص، وأنا أخذتها ضمن إطار بمشروع خاص اسمه الفعل الماضي المستمر. هو مشروع فني أدائي تدخلي مدته كانت على مدى سنتين، بدأ ب 2014 وكان في 2015 بإحياء ذكرى النكبة بكل سنة، وهو عمل أدائي تدخلي بالمساحة العامة
وفي كمان عناصر وأوبجكت زي دمية كبيرة وأغراض كانت من جزء من الأرشيف الفلسطيني والصور والنكبة وهو فيلم وعمل أدائي وعمل تركيبي. رح ناخذ معلومات أكثر عن عملك هذا، ولكن لما نرجع للشاعر عبد الناصر صالح، لما يتحدث عن جائزة فلسطين وهي جائزة الدولة، الجائزة المرموقة اللي تقدم للموهوبين أو اللي الذين قدموا في مجال الأدب الفنون والعلوم الإنسانية، دائما إحنا يعني شعراءنا وكتابنا وأدبائنا بحاجة إلى تكريم، ولما يكون التكريم من الدولة هذا له شعور آخر والوقع آخر عليهم. خلينا نحكي عن أهمية هذه الجائزة. نعم، هي تبرز أهمية الجائزة من كونها جائزة يقدمها سيادة الرئيس، لها عدة معاني. هي دعم المبدعين، الاهتمام بالمبدعين. هناك من يقول أن فلسطين لا تهتم بمبدعيها وبكتابها وأدبائها، بالعكس هناك اهتمام كبير جدا على صعيد الرئاسة، على صعيد وزارة الثقافة، على صعيد حتى اتحاد الكتاب. هناك اهتمام، هناك حراك ثقافي كبير، هناك حراك ثقافي في الداخل، حراك ثقافي في الخارج. مثلا هذه الجائزة أعطيت في السنوات السابقة لفيروز، السيدة فيروز، صحيح. أعطيت لنور الشريف، فنان نور الشريف، المرحوم نور الشريف. أعطيت للياس كوري الكاتب الروائي الكبير، أعطيت ليها يخلف، لحسن خضر، لفنانين مصريين. أعطيت لمسرح القصبة. تعطى أيضا الأولوية لفلسطين، ولكن نستطيع أن نمنحها أو اللجنة تستطيع أن تمنح هذه الجائزة لكتاب عرب وفنانين عرب ومبدعين عرب كتبوا لفلسطين. نعم. هذه أهمية، هي تعبير عن التواصل الثقافي الفلسطيني العربي، وهي تعزيز لدور الثقافة الوطنية الفلسطينية في امتدادها العربي والقومي. نعم. دي مثلا نشوف موضوع الشباب يعني اخذ بتنامي خلال الفتره الاخيره، والمشاريع الشبابيه، الابداع الشبابي، فبالتالي عندما تكون عندنا مثل هذه الجوائز شو ممكن انها تعمل تحفيز للشباب حتى يبدعوا اكثر، ينتجوا اكثر، يامنوا بانفسهم ويامنوا بقدرتهم على صنع التغيير. يعني الجوائز بشكل عام يعني بحد ذاتها هي تحفيز او هي استمرارية لأنك تكمل، بس كمان بهاي الجائزة بشكل خاص إنه يكون في صوت للشباب ضمن هاي الأسماء الكبيرة وبتكون تقدير من هاي الدولة، فأنا بشوف إنه هاي كتير فيها تحفيز للطاقة للشباب والإنجاز، وننخرط بالعمل الثقافي والاجتماعي ويكون جزء من هاي السلسلة تبعت التطور الثقافي والنهوض بهذا المستوى الثقافي والاجتماعي في البلد من خلال المزج بين الشباب والكبار والمثقفين والمبادرين، وهذه بتعمل زي سطح واحد لأنه الكل يكون قادر يستفيد ويفيد، سواء كان من الكبار والمثقفين يعني تاريخ الثقافة الفلسطينية ومستقبل الثقافة الفلسطينية من خلال الشباب. أستاذ عبد الناصر، خلينا نحكي شوي عن الأسماء اللي حازت على الجائزة هذا العام، وعرفنا أنه في لجنة تحكيم يعني والأستاذ يحيى يخلف ترأسها، مراحل الوصول إلى الأسماء النهائية حتى إعلان الجوائز يوم الاثنين. هناك يعني يعلن عن الجائزة، يقدم أكثر من شخص طبعا الجائزة في المجالات المختلفة، اللجنة تدرس هذه الأعمال الإبداعية التي قدمت وتجتمع أكثر مرة طبعا خلال العام حتى تدرس وتراجع المواد وتقيمها. هناك اللجنة تبحث أيضا في المضمون الوطني والمضمون الإبداعي للأعمال المقدمة وتقيم، وبالنهاية تخرج بنتيجة. الملاحظ أنه في قسمين هناك قسمين للجائزة، جائزة للكبار وجائزة للشباب. مثلا لاحظت في جائزة الدكتور حسام الخطيب من أهم الأعلام في النقد والأدبي والوطنية والثقافة. هناك جائزة للأستاذ أحمد عبد الرحمن عن كتابه عشت في زمن عرفات ومجمل إبداعاتي. هناك جائزة للأستاذ محمد علي طه كان رئيس اتحاد الكتاب في الداخل 48. هناك جائزة للدكتور محمد ربيع المفكر والباحث والكاتب الفلسطيني المعروف. بالإضافة للشباب مثلا جيل الأخت ديمة ونسب حسين وزياد خداش. إذن هناك اهتمام في جيل الرواد الذين قدموا
أدبهم وإبداعاتهم لأجل فلسطين ودعم القضية الفلسطينية ودعم المشروع الوطني الفلسطيني. وهناك أيضا القسم الآخر للشباب الذي يشق طريقه نحو هذا الإبداع ويسير على نفس الدرب، ضرب النهوض الثقافي واسترهاض الحراك الأدبي والفكري داخل الوطن ونشر الإبداع الفلسطيني الشاب، حتى يعرف العالم أن هناك مبدعين فلسطينيين وهناك مثقفين فلسطينيين وهناك حركة ثقافية فلسطينية نشطة وناهضة تستحق كل الاحترام والتقدير. ومن هنا جاء تكريم الشباب في هذا الجانب. ديما، يعني شو خططك لتوسيع هذه المبادرة اللي انت قمت فيها او هذا العمل الابداعي الشبابي؟ ايش عندك افق في المستقبل لتوسيع هذا المشروع او المبادرة؟ المشروع هو جزء من مشاريع كثير، يعني ممكن انا كنت فيها، بس هذا المشروع كان فيه الخصوصية لانه كان طويل مدة تنفيذه وكان فيه بحث اكثر وفي كان مرتبط بكثير بالثقافة الفلسطينية أكثر من أي مشروع فني ممكن يكون تاني. بشكل خاص هذا المشروع قابل أنه يكون أكبر بكثير لأنه المواد الفلسطينية اللي بتساعدك، الأرشيف الفلسطينية، الأشياء المفقودة اللي بتحتاج أنها ترجع تنعاد وترجع تنشاف. ما بعرف إذا في عندك أو في فكرة عن المشروع اللي هو استحضار الأرشيف الفلسطيني كما هو باللون الأبيض والأسود إلى الحاضر اليوم، فهاي مادة كتير غنية ممكن نعم. كل الحياة أنه نعم. طيب دعمنا وقت هذه الفقرة، إن شاء الله بيكون لنا حديث ربما مفصل أكثر عن هذه المبادرة في استحضار الأرشيف الفلسطيني. أستاذ عبد الناصر صالح والشاعر عبد الناصر صالح وكيل وزارة الثقافة، وديما حوراني شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، منورتونا في فلسطين هذا الصباح وعبر شاشة تلفزيون فلسطين. وأنتم مشاهدينا يعني نلقاكم إن شاء الله الخميس في نفس الموعد في أمان الله.